صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مع قرب الإجازة الصيفية وتوقف الدروس وسفر الكثير لبلادهم، فما وصيتكم لطلابكم في هذه الإجازة؟ وصيتنا لهم بتقوى الله السر والعلانية، وفي الإجازة وفي الدراسة وفي غيرها، اتق الله حيثما كنت. وأيضا وصيتنا أن يواصلوا طلب العلم على المشايخ والمطالعة، واللي عليه تكميل دروس يطالع الدروس التي سيختبر فيها في هذه العطلة، واللي ما عليه تكميل يطالع لأجل تتقوى معلوماته. المطالعة فيها خير، والدراسة على المشايخ أحسن بعد. نعم.